مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة تي في في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامج في النور. النهاردة يمكن في واحدة من فقراتنا بكل تأكيد مهم نتابع قرار صدر مع نقدر نقول يوم الجمعة اللي فات بدأ تطبيق هذا القرار، وهو تحريك أسعار المحروقات أو البنزين تحديدا. كلنا شفنا اجتماع لجنة التسعير واللي نتج عنه زيادة في أسعار البنزين 80 92 95، وطبعا الرئيس السيسي تدخل علشان ما يحصلش أيضا تحريك في سعر السولار تخفيفا من على كاهل المواطن المصري. لكن لما نبدأ نشوف هذا القرار لابد أيضا نحن نتابع تبعيات هذا القرار أو التأثيرات اللي نتجت عن هذا القرار. هيكون ده يمكن موضوع واحدة من فقراتنا، هنعرف ليه تم زيادة الأسعار، هل متوقع يكون في أيضا زيادة خلال الفترة اللي جاية في ظل أن الأسباب بترجع البعض منها للسوق العالمي والتغيرات اللي بتحصل في العالم نتيجة طبعا التطور في المشهد السياسي. ولكن أيضا مهم أن احنا نعرف إيه الأسباب وما المتوقع في المستقبل، وأيضا إيه اللي نتج عن هذه الزيادة. هل بالفعل حصل تحريك أيضا في أسعار الخضروات وتعريفة الركوب، والناس بقى استغلت هذا الارتفاع بشكل ما، ولا إيه اللي نتج من تأثيرات؟ يمكن ده سؤال حلقتنا لحضراتكم النهاردة، ومهم نعرف أنتم في أرض الواقع إيه اللي شفتوه من تأثيرات نتجت عن تحريك سعر البنزين بداية من يوم الجمعة الماضي. اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم، اتأثرتوا ازاي، ايه اللي نتج عن هذا القرار، على صورة البرنامج على صفحتنا على فيسبوك سي تي في ايجيبت، وإلى أن نصل إلى فقرتنا علشان نعرف أيضا رأي المتخصصين ونحلل المشهد بشكل أكثر تفصيلا. نبدأ معاكم مجموعة من أخبارنا وتقرير صادر عن البنك الدولي بيتذكر فيه مصر. التقرير ده بيتكلم على قائمة الدول الأكثر معاناة وتضررا في موضوع التضخم تحديدا في أسعار الغذاء، والحقيقة أن مصر كانت في أول الدول المتضررة. يمكن القائمة بتشمل 10 دول منهم بعض الدول العربية زي مصر ولبنان والبحرين، ولكن مصر جاءت في مقدمة هذه الدول في المرتبة الأولى بنسبة بتوصل ل 36%. ده حجم التأثر اللي حصل عندنا في أسعار الغذاء في السوق المصري. الحقيقة أن احنا جينا على رأس هذه القائمة بعدنا لبنان، بعدنا بتأتي أيضا تركيا، وخلينا أقول لحضراتكم يعني القائمة فيها هولندا، فيها غانا، فيها زي ما قلنا البحرين، الأرجنتين، فعدد من الدول. لكن السؤال المهم، لماذا جاءت مصر على رأس هذه القائمة، ويعني إيه أكتر السلع الغذائية اللي يمكن شهدت بالفعل تأثير كبير في أسعارها عندنا في السوق؟ خلينا نحلل أكتر ونقرأ هذا التقرير الصادر عن البنك الدولي وما الذي يمكن أن نتخذه من خطوات علشان نتفادى تفاقم الوضع أكتر أو ارتفاع نسب التضخم أكتر خلال الفترة المقبلة. نرحب معنا على التليفون بالدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا بسيادتك يا فندم أستاذ مصر، مشاهدين تحياتي لحضرتك. خليني أعرف من حضرتك قراءتك للتقرير الصادر عن البنك الدولي الخاص بقائمة بتشمل الدول اللي تضررت بشكل كبير من موضوع ارتفاع أسعار الغذاء، ومصر بتتصدر الحقيقة هذه القائمة يمكن بتسبق دولة زي لبنان، والحقيقة ده شيء لافت لأن نحن نعلم أن اقتصاد الدولة اللبنانية بيعاني بشكل كبير، فحضرتك شفت إزاي هذا التقرير؟ هو حضرتك طبعا احيانا بيبقى في بعض التقارير في او توقيتات معينه لازم ناخد بالنا منها شويه، لان البنك الدولي هو قايل من حوالي فتره قليله جدا من اكثر من اقل من شهر ان اقتصاد مصر جيد وان الامور كويسه واحنا نكون على استعداد معاه، وبالتالي في هذه الحاله لازم يكون عندنا نوع من الحذر في هذا. لكن ما نقدرش ننفي ابدا ان هناك تضخم ونسبه تضخم عاليه في الدوله المصريه نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية العالمية والأزمة الحالية، لأن حتى النهاردة الفترة الحالية اللي هو أزمة غزة وفلسطين بتأثر بشيء طبيعي جدا وإحنا أكثر متأثرين بيها. لكن كمان عندنا بعض المشكلات،
عندنا مثلا هناك انخفاض في او زياده في ارتفاع بعض السلع الغذائيه، ارتفاع في بعض السلع زي اللحوم والخضروات وغيره، وده بيفسر لنا ان الحكومه ليه من حوالي 20 يوم او 21 يوم اتخذت مجموعه من الاجراءات عشان ضروره تخفيض الاسعار والالتزام بها وضروره فرض هذا الامر على كل التجار، وكيف يمكن ان تدخل هي كمنافس او من خلال فتح المنافذ المختلفه. الامر الثاني كمان حضرتك، هناك برضه بعض الاسباب اللي ممكن تكون، لانه طبعا هناك بعض المؤشرات كمان نتيجه الازمه العالميه اللي هو ازمه اوكرانيا، ازمه روسيا، وارتفاع التضخم العالمي، فاكيد من الناس صحيح. هناك. ولكن السؤال دكتور محمد، هل مصر جاءت على راس هذه القائمه او في مقدمه الدول نتيجه فقط التغير اللي بيحصل في السوق العالمي، ولا ايضا عندنا عوامل داخليه يمكن مؤثره بشكل عندنا كبير؟ عوامل خارجيه، ما فيش دخيل دخان من اكيد عندنا عوامل خارجيه، لكن هو مساله الزياده بالاسباب بتكون موجوده. احنا طبعا نتيجه الازمه العالميه اكيد هناك طبعا انخفضت نصيبنا في السياحة أو تراجع موسم السياحة شوية بالنسبة للدول زي روسيا وأوكرانيا والدول اللي كانت بالنسبة لنا أسواق دائمة، تراجع عدد السياح وبالتالي تراجعت أو تتراجع حصيلة الصادرات أو حصيلة السياحة. كمان زيادة نتيجة زيادة التلاك الداخلي وعدم كده، فأكيد كمان هناك تأثر في خلية الصادرات. كمان ما ننساش ان هناك تحويلات المصريين في الخارج ونتيجه تاثيرات العمله برضه هناك احتمال تتاثر هذه القيمه، فمعنى ذلك ان هناك عوامل ضاغطه على الاقتصاد المصري سواء خارجيه وعوامل داخل الاقتصاد الداخليه زي مثلا المضاربه في الدولار والمضاربه في بعض السلع والاحتكار وغيره، وده بيدينا مؤشرات حقيقي لما نبص نلاقي بعض السلع زي السكر والارز وغيره هناك تحريك في الاسعار بنسبه كبيره جدا، ده اللي خلى عندنا ان يكون السوق بتاعنا شويه غير منضبط، وده اللي يفسر لنا ليه الحكومه النهارده بتاخد اجراءات شديده على اساس ضبط الاسعار، ولكن وعلى اساس انه لا يزال هناك ارتفاع، هناك ارتفاع في الاسواق، لا يزال هناك في ارتفاع في الاسعار، واللي بيتحمل هذا العبء هو المواطن. هل هناك مزيد من الخطوات مازال الحكومه لابد ان يتم اتخاذها من قبلها علشان يتم التصدي لارتفاع اسعار الغذاء في الشارع المصري؟ خلينا نتفق على مبدا اساسي، لا يمكن لاي حكومه ان تضبط الاسعار الا من خلال ضبط الانتاج، وعليه فان المشكله الاساسيه للدوله المصريه يجب ان تكون هي الانتاج، كيف يمكن ان نزود الانتاج؟ لان نضبط الاسعار وبحل التضخم وبسدد الديون وبضبط سعر الدولار هو الانتاج، والمشكله في داخل الاقتصاد المصري هو تعطل بعض عوامل الانتاج او عدم اداره الانتاج بشكل جيد. المشكله الاساسيه في الدوله المصريه هو كيف ندعم الانتاج، وده يفسر لنا كمان ليه الدوله خلال الفتره الاخيره وحركه رئيس الوزراء واجتماعاته والدوله ازاي عايزين نعمل انتاج، والنهارده المثلث الذهبي كان عند امبارح المثلث الذهبي كانت افتتاحات والمناطق الجغرافيه وترشيد الصناعه وغيره، لان لا يمكن لاي حكومه في الدنيا انها تقدر تضبط الاسعار، انتهى زمن تثبيت الاسعار وانتهى زمن تحديد الاسعار منذ سقوط الاشتراكيه، وعليه فان اقتصاد مصر النهارده دخل الاقتصاد المفتوح او دخل الاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي قايم على المنافسه، والمنافسه معناها زياده الطلب والمنافسه بين المنتجين، وعليه اذا كانت الدوله المصريه تريد ان تعالج مشاكل الاقتصاد فعليها ان تكون العين الاساسيه لها الانتاج. طبعا. وكيف يمكن الانتاج الزراعي والانتاج الصناعي وغيره، وبالتالي ده بيحل لنا مشكله ازاي نقدر نصدر وازاي نحل محل الواردات وازاي نعظم من قيمه الجنيه بتاعنا قدام الدولار وازاي نزيد من القدرات التنافسيه للدوله المصريه. طيب دكتور محمد، في ظل كل التحديات اللي بنتكلم عليها والجهود اللي بتقوم بيها الدوله من اجل يعني تحسين الاوضاع، ولكن يظل دائما السؤال، هل متوقع يكون في مزيد من الارتفاع خلال الفتره اللي جايه؟ وطبعا ده بناء على التغيرات سواء الخارجيه او كمان الداخليه. خلينا برضه ما نكونش متشائمين، لكن الواقع بيقول لنا ايه؟ الواقع بيقول لنا النهارده العالم داخل على عدم اليقين وعدم التاكد، وبالتالي كل الدول النهارده اللي عندها انتاج مش هتصدره،
واللي عندها حاجه هتقدر تعملها على اساس انها تكون موجوده، وبالتالي من المتوقع ان ترتفع الاسعار خلال الفتره المقبله، ويمكن ان تكون الزياده تدريجيه، وده هيتوقف عندنا في مصر بقى الظروف الداخليه على حسب ايقاع المعركه الحاليه اللي موجوده النهارده على حدودنا الشرقيه، لان هناك التزامات معينه موجوده على الدوله المصريه، وهناك ضغوط داخليه وضغوط خارجيه على الاداره المصريه، وعليه فان في هذه الحاله يجب على المصريين النهارده يكون لديهم الوعي الكافي بما هو موجود ومحيط بهم، وعليهم ان يتوحدوا على كلمه واحده وهي كلمه وطن، وان هناك ضغوط وهناك اعداء خارجيين وقوى خارجيه تريد ان تقوى بهذا الوطن عليه، ولذلك يجب ان يكون العامل الاساسي لهم كيف يعظموا من الانتاج، وكيف يزيد قدره مؤسساتنا طبعا، وكيف يكون كل واحد كل مؤسسه تقوم بدورها في هذا الوطن. مسؤوليه مشتركه على مصر زي ما حضرتك اكدت دكتور محمد، زي ما حضرتك اكدت هي مسؤوليه مشتركه طبعا، الحكومه عليها دور وايضا المواطن عليه دور بيتحمله في ظل هذه الازمه اللي بناكد ليست فقط بناء على ما يحدث في الداخل، ولكن أيضا إحنا بنستورد أزمات من الخارج. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار. بفكر حضراتكم مرة تاني بسؤال حلقتنا واللي علاقة بالتأثيرات اللي حصلت علينا كمواطنين مصريين نتيجة تحريك سعر البنزين اللي حصل خلال الأيام اللي فاتت. هدرا جرجس كاتب لينا بيقول مساء الخير، المواطن لا يعاني من زيادة الأسعار، ولكن المعاناة الحقيقية تكمن إن الدخل لا يواكب زيادة الأسعار، يعني مشكلة في إن الدخل ما بقاش بيكفي أو بيواكب هذه الزيادة، بمعنى ان النسبه والتناسب بين زياده الاسعار والدخل هذا ما يعاني منه المواطن. برضو اكتبوا لنا رايكم وشايفين ايه التاثير اللي حصل عندنا، زي ما قلنا في اسعار مختلف السلع، في اسعار تعريفه الركوب، رايكم بصفه عامه في تبعيات او تداعيات هذا القرار على صوره البرنامج على سي تي في ايجيبت. الحقيقة زي ما بنتكلم على البنزين وان بيحصل نوعا ما رفع للدعم في هذا الموضوع، وكان توجه الدولة ان هي توجه الدعم لمستحقيه، فبالتالي شفنا اطلاق برامج زي تكافل وكرامة، وما زال يعني رقعة او عدد المواطنين المستفيدين بهذا البرنامج بتتوسع وبيزيد اكتر. النهاردة شايفين وزيرة التضامن الاجتماعي من قلب محافظة الدقهلية وهي بتتفقد الصيادين وبتتفقد بحيرة المنزلة، بتعلن عن مجموعة من القرارات اللي بتدعم بيها الصيادين، واللي بتتكلم فيها على إجراءات جديدة بتقف إلى جانب الصياد المصري، سواء بقى أنه يستفاد ببرنامج تكافل وكرامة اللي هي منظومة الدعم النقدي، يكون بيحصل على مبلغ مالي، خاصة في فترة الصيادين كلهم عارفينها اسمها أشهر الزريعة. الفترة دي من المفترض الصياد بيكون متوقف تماما عن عملية الصيد، بيكون ممنوع ان هو يصطاد علشان الزريعة بتكون هي الموجودة في هذا الوقت، لكن الدولة علشان تدعم هذه الفئة وهذه المجموعة من المواطنين قررت بناء على ما اعلنته النهاردة وزيرة التضامن ان هي تدخل فئة من هؤلاء الصيادين لمنظومة الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال فترة القطيعة دي أو فترة يعني انعدام الصيد أو منعهم من الصيد، أو إن هم يكونوا بيخلقوا ليهم وظيفة في الفترة دي اللي هي مدة 4 شهور. كمان في قرار تاني بضم أصحاب المراكب اللي هي تعتبر قديمة شوية أو اللي هي ما بتعتمدش على الموتور أو على النظم الحديثة، إنهم كمان يتم ضمهم لمنظومة العمالة غير المنتظمة اللي أيضا بيستفادوا بمبلغ مالي من وزارة التضامن الاجتماعي. أيضا في قرار تاني بيتكلم على ضم الصيادين في الفئة العمرية من 60 ل 65 سنة من ذوي الحالات الشديدة لبرنامج كرامة. إذن إحنا أمام قرارات مهمة بتخص فئة الحقيقة مهمة جدا عندنا في الشعب المصري، الصيادين زي ما قلنا جاءت خلال جولة تفقدية للوزيرة في محافظة الدقهلية، لكن المهم نعرف يعني أصداء هذه القرارات ما بين الصيادين نفسه. عشان كده خلونا نرحب معانا على التليفون بالأستاذ أشرف زوريق نقيب الصيادين في الأسكندرية. أهلا بيك معانا يا أستاذ أشرف. أهلا بيك يا فندم.
مهم نعرف شفتوا ازاي قرارات النهارده وزيره التضامن الاجتماعي، يعني حزمت هذه الاجراءات الداعمه للصيادين واصدقها ايه وسط الصيادين تحديدا؟ مهم نعرف رايهم فيها ايه. هو ليس بجديد على القياده المصريه والحكومه المصريه المتمثله في وزاره التضامن الاجتماعي دعم مشروع تكافؤ الكرامه لقرار القرار اللي هو موسم التفريغ. هو موسم التفريغ الصيد وليس موسم الزريعة. اه. ايه الفرق ما بينهم يا استاذ اشرف؟ موسم السمك ده ليه في شهور معينة موسم التكاثر بتاعه. ده شيء عظيم وليس غريب على الدولة المصرية. ولكن كنا نتمنى من معالي وزيرة التضامن الاجتماعي والحكومة المصرية توسيع الحجم أكثر ليشمل الصيادين أثناء النوات. استأذنك بس يا استاذ اشرف لو توضح الصوت شوية. اتفضل. كنا بنتمنى من معالي وزيره التضامن والحكومه المصريه توسيع برنامج تكافؤ الكرامه ليشمل الصيادين اثناء النواه. اثناء ايه يا فندم؟ النواه لتحسين حياتهم. الفتره دي تقريبا بتكون قد ايه في حياه الصياد؟ يعني مده قد ايه فتره النواه؟ نواه الشتاء، مده نواه الشتاء بتبقى ست شهور. ست شهور؟ اه الشتاء. الصياد بيبقى متوقف فيها تماما عن الصيد؟ اي بيتوقف تماما ما بينزلش البحر خالص. فدي من اهم مطالبكم طبعا دلوقتي للوزاره الى جانب الاجراءات المهمه اللي احنا شايفينها النهارده، لكن دي فتره ايضا صعبه لازم يتم النظر اليها. الحاجه الثانيه اللي الحكومه المصريه بتعملها بتتم اعاده النظر في قانون التامينات الاجتماعيه وصرف البعاث الصياد على 65 سنه وليس على 60. يعني نتمنى انه يكون بدل من 65 60. حتى يتمتع الصياد بالتأمين الصحي الشامل وصرف المعاشات لهم. احنا شايفين قرار بيتكلم على الفئة العمرية دي اللي هما من 60 ل 65 سنة، ولكن من ذوي الحالات الشديدة هيستفادوا من برنامج كرامة، ده بناء على قرار الوزير النهاردة. ده بناء على قرار الوزير، ده قرار جميل جدا وقرار عظيم، ولكن المعاش الصياد بيصرف على 65 سنة. عاوزين قرار بتخفيض سن المعاش من 60 من 65 ل 60. حتى يشمل جميع فئات الصيادين. إذن احنا امام النهارده قرارات بكل تأكيد فادت الصياد المصري، ولكن ما زال هناك مزيد من المطالب اللي بتتقدموا بيها علشان تسهل اكتر من حياة الصياد. طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اشرف زريق نقيب الصيادين في اسكندرية. ومن الاسماك والصيادين خلينا نروح لشعبة الدواجن، ولما نتكلم على ان سعر الكتكوت بيوصل ل 37 جنيه فبكل تاكيد لازم نقف كتير جدا مع هذا الرقم، يعني لما نتكلم على الكتكوت نفسه ب 37 جنيه، الفرخه بقى هتوصل للمواطن بكام؟ يعني 37 جنيه دي في المزارع اللي بيشتريهم صغار المربين او المربين بصفه عامه علشان يتوسعوا في انتاج الدواجن، فاحنا شايفين النهارده شعبه الدواجن بتقول ان الزياده دي زياده غير مبرره، ان الكتكوت يوصل ل 37 جنيه ده سعر ملهوش اي مبرر، على الرغم من ان اتقال السبب ان في شحيه في المعروض وان عدد الكتاكيت بقى قليل والكلام ده كله، لكن الشعبه بتاكد ان هذا ايضا سبب لا يبرر هذه الزياده، وان السعر زي ما قلنا بيتخطى ال 30 جنيه، واحنا بنتكلم الحقيقه على يعني تربيه الدواجن بقالهم فتره بيعانوا من مشاكل متتاليه او من تحديات كبيره جدا، وكنا بنتكلم على مدار يمكن السنه دي بالكامل على موضوع الاعلاف وعلى حجم صغار المربين اللي بداوا يخرجوا من هذه الصناعه علشان بقى في تحديات كتيره جدا قدامهم وكل هذه الامور، فنيجي نشوف ايضا في ارتفاع في سعر الكتكوت بهذا الرقم الكبير، فاذا احنا امام مشكلة بكل تأكيد، وبناء على كلام زي ما قلنا شعبة الدواجن بيطالبوا بتدخل الحكومة لي يعني وضع معايير وأسس بتحكم السوق بشكل ما. نتعرف على تفاصيل المشكلة دي أكتر وليه سعر الكتكوت بيوصل ل 37 جنيه. نرحب معنا على التليفون بالدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية. مساء الخير يا دكتور. أنا مساء النور، ازي حضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أولاً ليه سعر الكتكوت وصل عندنا في السوق ل 37 جنيه؟ طب أنا بس في البداية يعني بحاول أقول إن إحنا بنعضد إخواننا المناضلين في فلسطين وبنشد من أزرهم
وبنستنكر كل الأعمال الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني لقتل الأطفال والنساء وتشريدهم وتجويعهم وبيعضده في ذلك المجتمع الغربي المتحضر الذي عميت أبصاره وصمت أذانه. إن شاء الله ربنا ينصرهم وبإذن الله إحنا كلنا معهم. لما نيجي نتكلم بقى على الموضوع الخاص في الدواجن، حقيقي الكتكوت وصل 37 جنيه وده جزء من الأجزاء الهامة التي يجب أن نتحرك جميعا لانخفاض سعر الكتكوت. سعر الكتكوت لا يزيد بأي حال من الأحوال من 12 إلى 15 جنيه، يبقى أنا عندي حوالي تقريبا عندي 22 جنيه زيادة. لو أنا قسمتهم على 2 يبقى أنا عندي انخفاض في سعر الدواجن 11 جنيه. طب ليه بيقولوا ب 37 جنيه؟ يقول لك انا عندي شحيه، ما عنديش امهات، قطعان الامهات قليله والانتاج قليل. يا سيدي الفاضل، هل الشحيه وعدم وجود المنتج يديك الصلاحيه والحقيه ان انت تغلي السعر الى 37 جنيه؟ ده كلام غير منطقي بالمره نهائيا. يعني يا استاذ يا دكتور عبد العزيز، هل القفزه في السعر دي جت في يوم وليله ولا جت بشكل متتالي كل شويه كان في زياده ولا ايه اللي حصل؟ بقى لها مده واحنا تحدثنا في هذا الامر وقلنا اذا كان الوضع بالشكل ده من المفترض ان احنا نستورد، والكلام ده حدث في 2009 و2010 لما كان عندنا نقص في قطعان الامهات، استوردنا من كل الدنيا كتاكيت، استوردنا من 7-8 دول كتاكيت لحد ما بدا الانتاج بتاعنا ينضبط، واحنا بنقبلش ان احنا نستورد. يعني المشكلة قائمة بقالها شهور، مشكلة ان في عندنا شحية في الكتاكيت بقالها شهور، وده اللي ادى في الاخر ان الناس تستغل هذه المشكلة وترفع في السعر ومفيش طبعا رقابة على تحريك الاسعار. وده مهم جدا زي ما انت بتقولي حضرتك، ان لابد يكون في رقابة على الاسعار، لكن انا في ظل الازمة المتواجدة، وعشان كده الازمة مستمرة ليه؟ بقالها شهر ليه؟ بقالها شهر ونص ليه؟ لان يعلم جميعا ان الناس اللي هي بتنتج الكتكوت ان انت مش هتقدر تستورد الكتكوت، لان لو استوردت كتكوت فين الدولار تستورد بيه؟ حتى لو انت استوردت وتم توفيره من السوق السوداء هيبقى غالي يوازي هذا السعر. فعشان كده هو مطمئن جدا ان هو ما حدش يقدر يناقشه او حد هيقدر يقول له لا طب خلاص، لكن انا عندي دوله تستطيع من خلال الدوله والياتها والوزارات المعنيه ان تحسن هذا الامر. أنا عايز أسأل حضرتك على تأثير بقى إن السعر عندنا وصل ل 37 جنيه على مربين الدواجن نفسهم، إيه اللي حصل بقى نتيجة الارتفاع ده؟ حضرتك لما تقول إن أنا السعر ده مش مخلي مجموعة كبيرة جدا من المنتجين يرجعوا مرة أخرى للإنتاج أو حظيرة الإنتاج، طبعا بالأخص صغار المنتجين اللي ما عندهمش قدرة مالية يستطيعوا أن يستمروا في الإنتاجية، الناس دي خرجت بره المنظومة مش قادرة ترجع تاني. خلي بال حضرتك، وده من ضمن المشاكل المتواجده عندي في الانتاجيه، انا بنتج النهارده من 60-55% انتاجي، رغم ان انا العام الماضي كنت بنتج 1.5 مليار، النهارده بنتج تقريبا 900 مليون، فده كلام غير منطقي، بس ده يعني بيحقق الاكتفاء ليه؟ لان القدره الماليه والقدره السوق المواطن المصري ضعيفه، فبمشى القضيه المنتظمه، لكن المنتج نفسه بره المنظومه، هل انا هسيب الناس دي بره المنظومه؟ في ظل التنامي والطلب على الانتاج المصري بعض الدول، يعني المفروض الناس تخش منظومه الانتاج عشان اقدر اصدر، لكن الوضع الحالي مش قادر يخليهم يخشوا لان ما عندهمش القدره الماليه ومحدش بيساعده، وده مد الفرصه لمجموعه صغيره ان تسيطر على صناعه الدواجن المهمه والاستراتيجيه اللي بتوفر بروتين حيوي بنسبه 75% للمواطن المصري. أكيد أي مواطن بيشوفنا دلوقتي دكتور عبد العزيز لما يجي يحسبها كده ويقول الكتكوت دلوقتي عامل 37 جنيه هيبدأ يفكر طب أنا الفرخة هتوصل لي بسعر كام لو الموضوع كمل بالشكل ده؟ حضرتك بقى يعني ده تجاوب إزاي على هذا التساؤل حضرتك؟ لا بص حضرتك، ده 100% كله بيفكر بشكل، لكن الأكبر من ذلك عندك مشكلة ثانية، أنت داخل على فصل الشتاء، فصل الشتاء ده عندك أمراض وبائية ممكن نسبة النفق تزيد، عندك مشكلة في التدفئة لأن بزود التدفئة، التدفئة النهاردة لو كنت بدفئ ب 2-3 جنيه هدفئ 6 جنيه و7 جنيه هتزود التكلفة، فالنهاردة لما بقول الفراخ النهاردة الكتكوت ب 37 والعلب ب 22 وعندي نسبة أمراض وبائية ممكن نسبة النفق تزيد بدل ما هي 5-10-15% هدفئ مثلا أزود كذا، كل دي تكلفة بتزيد. الدواجن هتوصل سعرها إيه في المدة اللي جاية؟ أيوة. النهاردة الدواجن ب 68 فالراجل بيحسبها، فلازم يكون لنا خطوات ايجابيه قبل الازمه والتحرك الايجابي ان انا اشوف الازمه اللي هي هجيبها ازاي واستطيع ان انا اتكلم فيها ازاي وازاي انا هعوض المواطن المصري بدواجن متواجده. ده لازم يكون فكر، ده فكر الدوله مش فكر انا، فكر الحكومه، لكن انا بدي نقوص خطر، خلي بالك انا داخل على منطقه خطر، خلي بالك عاوزين تحرك ايجابي عشان الامراض الوبائيه، عايز خلي بالك انا عايز اوفر الامصان واللقاحات، عايز متابعه مستمره، وده مفروض من خلال هيئه العامه للخدمات البطاريه، وده فعلا السنويه بتقوم فيه،
لكن مشكله الاساس الجو اللي غير الاساس انا ما اعرفش. مش لازم نستنى لحد ما الازمه تتفاقم، لابد يكون بالفعل في تحرك سريع، تحرك ايجابي زي ما حضرتك ذكرت. نتمنى يكون صوتكم وصل. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبه الدواجن في الغرفه التجاريه. خلينا نروح مع حضراتكم شوية للمشهد السياسي، وإحنا الحقيقة خلال الفترة اللي جاية من المفترض هنتابع مع حضراتكم وهنشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وإحنا عارفين بالفعل انطلقت الحملات الانتخابية، والنهاردة شفنا استقبال قداسة البابا توادروس الثاني لأعضاء حملة المرشح السيد عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. استقبل بالفعل قداسة البابا وفد من هذه الحملة برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة، والعميد وسام صبري المدير التنفيذي، وأيضا بعض من أعضاء الحملة الانتخابية. الحقيقة خلال هذا اللقاء المستشار فوزي كان الحقيقة بيعبر عن سعادته البالغة بلقائه بقداسة البابا، واتكلم طبعا على المواقف الوطنية للبابا طوال السنين اللي فاتت وحرصه الشديد ان هو حتى في يعني كافة الأوقات يوصل للرئيس السيسي وضع الأقباط في مصر. يمكن دي كانت من أهم الرسائل اللي تم التأكيد عليها النهاردة في هذا اللقاء. وطبعا قال ان نتيجه يعني موقف الكنيسه وموقف قداسه البابا واهتمامه بمبدا المواطنه ده نتج عنه ثمار زي قانون بناء الكنائس في مصر، زي ان بقى في مسيحيين بيتولوا مناصب ما كانوش بيتولوها قبل كده قبل عهد الرئيس السيسي. والحقيقة أيضا يعني قداسة البابا خلال هذا اللقاء كان أيضا سعيد باستقبال أعضاء الحملة، و سمن بشكل كبير اهتمام القيادة السياسية في مصر بتحقيق مبدأ المساواة زي ما قلنا في مختلف يعني الطرق، وأشار لأن الانتخابات هي بشكل عام استحقاق دستوري لكل مصري. ولكن أكد أيضا قداسة البابا أن الكنيسة دورها هو دور خدمي بتخدم أبنائها، ودور اجتماعي من خلاله أيضا بتقدم الخدمة للجميع دون تفرقة. ده كان تأكيد قداسة البابا عن دور الكنيسة القبطية طول الوقت. لكن خلينا نشير أن قداسة البابا أكد طبعا على أهمية المشاركة في الانتخابات، وقال أدعو الجميع للاهتمام بالذهاب إلى صناديق الانتخاب، والمشاركة الجماعية لها أهمية وتأثير كبير في صنع المستقبل. كمان أشار قداسة البابا أن فكرة المنافسة في الانتخابات ده بيخلي يعني قيمة الانتخابات نفسها تزيد وبيعطي ليها أهمية كبرى. لكن خليني أقول لحضراتكم ختاما كده في هذا اللقاء في رسالة مهمة جدا أكد عليها البابا، وقال أن يعني طبعا في ناس مش بتسعد بالانجازات اللي بتقوم بيها الدولة المصرية، يعني يمكن احنا طوال السنين اللي فاتت كان في انجازات ما ينفعش حد ينكرها، ويمكن كنا اكدنا على ده في ملف الصحة زي موضوع فيروس سي والقضاء عليه من قبل الدولة المصرية، فاذا هذا انجاز ما فيش حد يقدر ينكره، لكن في ناس مش هتكون حابة تتكلم على هذه الإنجازات ومش بتفرحهم هذه الإنجازات، فعشان كده البابا قال إن الناس دي بتسعى إن هي تقلل منها وتشويها، لذا فإنهم من يصنعون أو يعني من يصنعوا بقى الإنجازات بينهضوا بالوطن ولا يلتفتوا إلى هذه المعطلات، وإنما ينظرون للأمام معتمدين على إن أعمالهم بتشهد لهم. دي كانت أهم مجريات هذا اللقاء واستقبال قداسة البابا توادروس الثاني لحملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. قبل ما نستكمل مع حضراتكم أخبارنا خلينا نروح لسؤال الحلقة وناخد بعض من التعليقات بشكل سريع، وموضوع التأثيرات اللي نتجت عن زيادة سعر البنزين على المواطن المصري. كمار عطية بيقول الأسعار زادت فجأة وبدون سابق إنذار، كل حاجة أصبحت غالية بصورة كبيرة حتى أسعار الدواء والغذاء، نتمنى أن يكون هناك مبادرات للحد من هذا الغلاء ورفع المعاناة عن المواطنين. رينا مينا بتقول بالنسبة لارتفاع الأسعار لا يتناسب مع أصحاب المعاشات خالص، وزاد من الموضوع جشع التجار، أرجو أيضا النظر للمعاشات.
وميلاد رزق بيتكلم على دور الحكومة وإن من المفترض يكون حاليا في رقابة بشكل أكبر، وبيدي مثال إن سعر السكر بيوصل ل 45 جنيه، وبيتكلم بقى ماذا عن الرز والدواجن وباقي السلع. إذن دي رؤية حضراتكم لتبعيات هذا القرار، برضو اكتبوا لنا مزيد من تعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك. نروح بقى لملف غزة والجديد في هذا الملف. رئيس المخابرات الأمريكية CIA في جولة حاليا في المنطقة، والنهاردة التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده بيعكس لينا الحقيقة أهمية مصر بصفة عامة للولايات المتحدة الأمريكية اللي تعتبرها شريك استراتيجي، ويمكن ده اللي تم التأكيد عليه النهاردة في هذا اللقاء، وأيضا أهمية مصر في المنطقة وفي هذا التوقيت وفي هذه الأزمة القائمة في قطاع غزة. حقيقة أن خلال هذا اللقاء طبعا تم متابعة تطورات التصاعيد اللي بتحصل في المشهد العسكري الإسرائيلي في القطاع، ولكن هناك رسائل دائما ما يؤكد عليها الرئيس السيسي في مختلف اللقاءات مع مختلف المسؤولين. أكد الرئيس ضرورة وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، أيضا تسهيل نفاذ المساعدات وعدم إعاقة التدفق الخاص بها. ومن جانبه طبعا أكد مدير المخابرات الأمريكية على مواصلة التنسيق مع الجانب المصري في حل هذه الأزمة. لقاء بكل تأكيد مهم في هذا التوقيت وبيعكس العديد من الأمور. نحلل أكتر زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA إلى مصر، وبينضم لينا على التليفون دكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا بكم سادة المستمعين. نعرف من حضرتك تحليلك لهذه الزيارة، لماذا جاء مدير وكالة المخابرات الأمريكية CIA إلى مصر في هذا التوقيت، وأيضا ده بيعكس لينا إيه؟ هو طبعا مدير المخابرات المركزيه الامريكيه اتى بسبب احداث غزه والرغبه في تكريس التعاون الاستراتيجي ما بين مصر، ما بين الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل لترتيب الاوضاع في غزه بعد انتهاء الحرب. فطبعا هناك بالتاكيد مجموعه من الضغوط اللي بيسعى لها صنع القرار الامريكي على الدول المحيطه وعلى راسها مصر طبعا والاردن، ويمكن مصر قبل الاردن كمان، لترتيب الاوضاع بعد الحرب. وايضا السلطه الفلسطينيه، مش بس مصر والاردن، بس مصر والاردن والسلطه الفلسطينيه. فطبعا هم بيسعوا لان تكريس الاحتلال وبقاء الاحتلال وعمل كل شيء بيفيد هذا الكيان الاستعماري باعتبار انه هو زراع غربي اصلا، يعني هو منشا من بقرار الامم المتحده 1181 في نوفمبر 47 باعتباره يعني نتيجه ضغوط من المستعمر اللي بدا بوعد بيرسون وترحيل اليهود من عديد بلدان العالم الى المنطقه. فطبعا هو جاي علشان هذا الامر. بالتاكيد بيواجه اعتراضات كثيره، بمعنى ان مصر ترفض طبعا اداره القطاع. يعني اذا هذا امر مطروح حاليا يا دكتور؟ نعم، ده امر مطروح حاليا. نعم مطروح حاليا طبعا. رفضت من عده اسابيع، من 3 أو 4 أسابيع تقريبا، موضوع طول صفير او التهجير السكان في غزه الى سيناء مقابل بعض الامور الخاصه باسقاط بعض الديون الخارجيه او وضع او الحصول على قطع اراضي بديله في النقب وهكذا. الامر الثاني امامهم مساله فرض السيطره، سيطره ابو مازن من رام الله او من الضفه الغربيه على قطاع غزه، وطبعا ده مواجهه طبعا بمشكلتين. المشكله الاولى قوه حماس والمؤسسات الفلسطينيه الغزاويه في القطاع،
واصلا كمان وده الاهم ضعف سلطه السلطه الوطنيه الفلسطينيه في رام الله، ودي اللي اضعفتها لسبب في اضعافها كانت اسرائيل اكثر من اي شيء اخر. ولكن دكتور عمرو، الكل الان بيتساءل لماذا اصبح التفكير عن المستقبل الخاص بغزه واداره غزه ومن سيتولى هذا الامر، وما زال المعركه قائمه حتى الان، يعني لسه اسرائيل لم تنتصر على حماس ولسه المعركه الحقيقه يعني مشتده جدا. عندك حق طبعا، هو بيعد العده على دايما الولايات المتحده الامريكيه بتعد العده دايما على سيناريوهات، وبعضها على فكره او معظمها بيكون سيناريوهات خاسره ومش هتحقق، لكن بيسعوا الى تحقيقها. يعني احنا ما شفناش قبل كده، يعني على الاقل في القرن الحالي ما شفناش حركه مقاومه او حركه تحرر وطني انتهت او زي او تم زوالها بدون تحقيق اهدافها اللي هو تحرير ارضها من المستعمر. خاصه ان كمان بنيامين نتنياهو احدث تصريحاته بتقول ان هم هيكونوا متواجدين في غزه ومسؤولين عن امن غزه حتى فيما بعد الحرب لفتره لم يحددوا. قال الكلام ده والله يعني افلح ان صادق، يعني او يعني لا يبقى جدع لو عين فيها من كده، لان كان اشطر منه زي ما بيقولوا والبلدي كده شارون، اريل شارون اللي فشل وساب القطاع وخرج منه بسبب هذا الفشل يعني. وهل هذا التصريح طيب يا دكتور بيعكس لينا عدم اتفاق ما بين الجانب الاسرائيلي والولايات المتحده الامريكيه في هذا الامر تحديدا، ان احنا نشوف تصريحات نتنياهو بهذا الشكل وفي نفس الوقت سواء بلينكن او حتى وكيل مدير الوكاله المخابرات السي اي اي بيتكلموا على من سيدير القطاع طبعاً. يعني في اختلاف في الرؤى؟ انا موافق على رايك تماما، ده كل ده بيؤدي يعني بيعبر على ان في حاله من الارتباك الغير عاديه ومحدش فاهم حاجه ومحدش عارف يعمل حاجه وكل الامور داخله في بعضها بشكل غير طبيعي، وهم مفترضين ان حماس انتهت والقطاع معدل او هيعد بشكل ترتيبات جديده. الامور دي كلها مش بقى يعني مش هت يعني ما ثبتش ولا جزء منها على الارض زي ما انت بتقولي، ما ثبتش ابدا ان في محو الحماس او انتصار انتصار لاسرائيل، لان معنى انتصار اسرائيل معناها برضه زي بالظبط معنى التهجير، معنى التهجير نحو القضيه الفلسطينيه برضه معنى انتهاء المقاومه المسلحه، ايا يكن بقى مقاومه مسلحه من حماس من غير حماس، معنى انتهاء المقاومه المسلحه برضه انتهاء القضيه الفلسطينيه. انا اللي يهمني بقاء المقاومه والمقاومه المسلحه علشان الغرب يشوف حل، مش حل للمقاومه، حل الاسرائيليين، حل القضيه، حل للزراع بتاعهم، للزراع الاستعماري بتاعهم. الحقيقة طبعا الموضوع لسه لم تتضح تفاصيله وطول الوقت في تطورات سواء على الصعيد السياسي أو أيضا كمان على الصعيد الميداني. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو هاشم نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. الحقيقة المشهد ضبابي جدا، القصف مستمر، العمليات في الميدان مستمرة، إسرائيل لسه يا دوب معلنين أنهم بدأوا يتوصلوا لبعض الأماكن يعني المركزية لحماس داخل القطاع، قالوا أنهم وصلوا لمكان في بعض المخططات بعض الخرائط، ولكن لسه لم يتم القضاء على حماس، ويمكن ده كان هدفهم الأول المعلن منذ أن بدأ هذا التدخل. ف لسه بدري جدا ان احنا يعني نقول مين هيتولى مسؤولية القطاع بعد حماس، لسه مازال الصراع قائم. لكن على الصعيد الإنساني خلينا نتابع مع حضراتكم ماذا يحدث عند معبر رفح ووتيرة الخروج للأجانب حاملي طبعا الجنسيات المزدوجة وأيضا المصابين من داخل القطاع. أحدث الأرقام بتقول 329 شخص خرجوا من قطاع غزة من حاملي الجنسيات المزدوجة، وزي ما عرفنا الموضوع لسه تم استئنافه منذ أمس، كان حصل عملية توقف بسبب يعني بعض التعنت في موضوع الخروج، وبكده بيوصل إجمالي الأشخاص اللي خرجوا ل 1400 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة. لكن كمان بالنسبة للمصابين ففي أيضا عدد من المصابين اللي استقبلتهم المستشفيات المصرية في 17 شخص ومعاهم طبعا المرافقين، اتوزعوا على مستشفيات عديدة في العريش، معهد ناصر في القاهرة، برج العرب في اسكندرية،
فاحنا شايفين الحقيقه ان على حسب الحاله المرضيه بيتم وضع المريض. يعني الحقيقه مصر بتقدم كل الجهود اللي في ايديها، بتساعد بكل الاشكال في كافه الاماكن على نطاق الجمهوريه، يعني مش فقط مستشفيات شمال سيناء اللي بتستقبل المصابين، احنا بنتكلم النهارده في معهد ناصر، في مستشفيات في اسكندريه. من ضمن الاحداث اللي كنا تابعناها موضوع قصف مستشفى لمرضى السرطان في فلسطين او في غزه. وطبعا اتكلمنا على قد ايه ان ده شيء يعني لا انساني ومفيش كلام يتقال على هذا الموضوع، لكن كمان مصر النهارده استقبلت عدد من اطفال غزه اللي بيعانوا من مرض السرطان علشان تعالجهم داخل المستشفيات المصريه. مش محتاجين نتكلم الحقيقه عن دور مصر وعن الانسانيه في التعامل مع القضيه، الى جانب مره تاني بناكد التعامل على الصعيد السياسي بكافه الاشكال. الحقيقة احنا عارفين ايضا ان موضوع المساعدات، مصر طبعا بتقدم عدد كبير من المساعدات، ولكن ايضا في عدد من دول العالم اللي بيسعوا لوصول المساعدات ايضا لقطاع غزة. النهاردة بنتكلم على الامارات، يمكن الفترة اللي فاتت قدمت بعض المساعدات، ولكن اليوم بتصل عدد من الطائرات اللي بتحمل معدات من اجل ان هي تعمل مستشفى ميداني داخل قطاع غزة، لأن احنا عارفين حاليا في القطاع المستشفيات كلها تقريبا بدأت تخرج من الخدمة أو ما بقتش مستوعبة عدد أكبر من المصابين والجرحى في ظل تزايد الأعداد. فالإمارات النهاردة مطار العريش استقبل 5 طيارات جايين من دولة الإمارات ضمن حملة الفارس الشهم 3 اللي شكلتها طبعا الإمارات، وزي ما قلنا على متنها المعدات والمتطلبات اللازمة لإقامة مستشفى ميداني متكامل وتشغيله داخل قطاع غزة. المستشفى الميداني من المفترض هتكون بتبلغ سعته 150 سرير، وهيكون بيتم تنفيذه على عدد من المراحل. مستشفى يعني مش بنتكلم فقط في غرف، ولكن في عمليات جراحية ممكن تتعامل داخل هذا المستشفى، تخصصات مختلفة. فإذا أيضا تحرك يحترم جدا من الإمارات الشقيقة. الحقيقة يعني حابين كده في ختام هذه الفقرة نتكلم مع حضراتكم على عادة أصبحت موجودة عندنا خاطئة جدا، وهي إن أول ما أحس إن أنا تعبان شوية ولا إن بيظهر عليا بعض الأعراض أجري على طول على شريط المضاد الحيوي، وأبدأ إن أنا آخد من غير ما أعرف بقى أنا حالتي إيه ولا عندي إيه تحديدا ولا الشريط اللي أنا باخده ده أصلا يناسبني ولا ما يناسبنيش. والحقيقة ده طبعا سلوك يعني مرفوض تماما. فاحنا حابين قبل برضو ما نبدا الشتاء كده ويدخل علينا بمجموعه امراض الشتاء، نعرف امتى ناخد المضاد الحيوي، ونعرف هل مفترض يعني ان انا اخده اصلا بمزاجي كده عادي ولا المفروض يكون تحت اشراف طبيب، وايه المضاعفات اللي ممكن تحصلي لو انا بدات ان انا اعود جسمي على المضاد الحيوي. خلينا نروح معانا على التليفون بالدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك معانا، وحابين بدايه نعرف الناس ايه هو المضاد الحيوي، علشان بس الناس بتتخيل ان هو زيه زي المسكن، زيه زي خافض الحراره والكلام ده كله، عايزين نعرف ما هو هذا الدواء. شوف حضرتك، مضاد حيوي يعني من الاسم نفسه ان هو مضاد ضد حاجه. ضد الحاجه دي، ودي نحطها تحتيها 10 خطوط اللي هي البكتيريا وليس الفيروس. يبقى هو اذا باخد هذا المضاد الحيوي بغرض مقاومه البكتيريا والقضاء عليها. البكتيريا بقى بتشبه حاجات كتير قوي، سواء بقى يعني حاجات نزلات شعبيه بكتيريه، التهاب في الحلق البكتيري، الالتهابات السباحيه، حاجات كتيره جدا جدا يعني. النزلات المعويه نتيجه حاجات زي عايز اقول انواع معينه من الايفود، حاجات زي كده بسبب بكتيريا وليس فيروسات. واضح حضرتك؟
فهنا باخده يبقى النقطه الاساسيه انا باخده نتيجه كشف طبي. يعني كشف طبي ده لازم زياره الطبيب يفرقني لحد كبير بين الشخص اللي بيعاني ده عنده التهاب بكتيري او التهاب فيروسي زي نزله برد اللي هي العاديه زي الانفلونزا. يعني مع نزله البرد والانفلونزا وحتى الكوفيد 19 اللي احنا كنا عانينا منه فترات وما زال اثار يعني بسيطه بتيجي حاجات قليله حاليا الحمد لله دي علاجها مش مضادات الحيويه. والحقيقه يعني احنا بنتكلم على بالفعل موضوع الناس بتخلط ما بينه بشكل كبير، يعني الاعراض بتبقى متشابهه ما بين هذه الامراض، فانا كشخص عادي ما اعرفش ايه الشيء اللي انا مصاب بيه، لازم زياره الطبيب علشان يشخص ويقول الدواء المناسب. طيب عايزين نعرف يا دكتور ايه مشكله ان احنا اجسامنا تتعود على المضاد الحيوي؟ ليه طول الوقت بنسمع تحذيرات من وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه من تناول المضاد الحيوي؟ ممتاز جدا جدا. في تاثير مباشر على الشخص نفسه وفي تاثير مجتمعي يمكن على العالم كله. التاثير على الشخص نفسه ان انا لو خدت مضاد حيوي ممكن اخد مضاد حيوي غير مناسب ليا، ممكن زي ما انا قلت التهاب فيروسي يبقى اذا المضاد الحيوي باخده في غير مكانه خالص. طيب لو في التهاب بكتيري وخدته بجرعه اقل بيحصل مقاومه ضد هذا الميكروب رغم حضرتك، فاذا الميكروب نشاطه هيبقى اكثر هيديله مضاعفات اكثر على الشخص رغم حضرتك يقلل المضاعفات. يبقى اذا المضاد الحيوي له اسلوب معين، هل هذا المضاد الحيوي ده مناسب للحاله؟ دي رقم واحد. هل باخد المضاد الحيوي بالجرعه المناسبه؟ هل باخد المضاد الحيوي ده للمده المناسبه؟ ما ينفعش ان انا اكون مضاد حيوي يوم يومين وعرضت خفه وما بطلوا، ما ينفعش. رغم حضرتك؟ يبقى ده تاثير مباشر على الشخص، يبقى اذا ممكن الحاله المرضيه بتزيد ضررا. طب على المجتمع كله وعلى العالم كله في حاجه حضرتك اسمها مقاومه المضادات الحيويه. ودي للاسف الشديد بتبقى حاجه خطيره جدا جدا لدرجه ان احنا بنشوف حاليا بعض الحالات بتستدعي دخولها الرعايه المركزه ومحتاج مضاد حيوي، مضاد حيوي وحسب تحاليل المزرعه ما بيجيبش نتيجه. ودي مشكله كبيره جدا. عايز ادي لحضرتك يعني في فقدان للحياه، يعني اتفضل في الرعايه المركزه حتى في افضل الاماكن خدمه حتى على مستوى العالم في امريكا في اوروبا حتى عندنا في مصر دي بنلاقي مضادات حيويه غاليه الثمن جدا ومع ذلك ما بتجيبش فعاليه والشخص بيدخل في مضاعفات قد تؤدي الى الوفاه. هل يا دكتور البكتيريا هل البكتيريا اللي بقت بتقاوم المضاد الحيوي يا دكتور او ان جسمنا نتيجه ان هو تعود على المضاد الحيوي الموضوع ده نتيجه طبعا الثقافه المغلوطه المنتشره في تناول هذا الدواء ادت ان فعلا النسب تزيد وان عدد كبير من الناس ما بقاش بيتاثر بان هو بياخد الدواء ده وبقت حالاتهم ما بيبقاش ليها دواء؟ لا هو يعني شوف حضرتك يعني بندي مضاد حيوي ما فيش تاثير، بندي مضاد حيوي اخر ما فيش تاثير. الميكروب نفسه على المستوى اللي عايز اقول المكان نفسه بياخد شراسه اكثر، يعني حتى بيتعود على نوع معين من مضادات حيويه يفترض ان هو ده ما بيجيبش تاثير. يعني عايز اقول لحضرتك حتى احنا بنيجي نعالج مثلا نفري يعني جرثومه المعده ممكن جدا بنعالجها من نوعين مضاد حيوي ما بيجيش تاثير، بناخد انواع ثانيه بعد فتره وهكذا وهكذا. بنلاقي في حاجات في امراض معينه عشان كده يعني لما نيجي نقول نعالج الضرر في مضادات حيويه بنقول فقط تؤخذ لحاله الضرر زي مثلا الريفابيسين. ليه ممكن بس؟ لان مش عايزين يعني مثلا الضرر ده مرض خطير. لو خد الميكروب ده يعني مناعه ضد هذه المضادات الحيويه وعدم تعليم مضاد حيوي بندخل في مشكله كبيره جدا جدا ان الامراض الخطيره ما لهاش لها علاج. لو تستاذني ان انا بس عايز اقول لحضرتك احصائيه بسيطه من دراسه وجدوا لو احنا بنشيل عن نفس السياسه على مستوى العالم بطريقه الاخذ العشوائي المضاد الحيوي يبقى في نسبه وفيات عاليه جدا بحلول 2050 تصل الى 10 مليون فاقد على مستوى العالم يفقدوا حياتهم. 20 30 يعني احنا بنتكلم في سنوات قليله تعتبر. بالظبط كده. طيب دلوقتي احنا داخلين يمكن على فصل الشتاء وفي ناس بتصاب بأمراض الشتاء بشكل كبير وبشكل متتالي، فكل مرة هتقول لك وانا المفروض اروح ازور الطبيب، ما انا خلاص يعني عرفت ايه اللي بيجي لي من اول الشتاء فخلاص اخد الدواء من غير ما اروح للدكتور، رأي حضرتك ايه في الكلام ده؟
طب انا يعني فضل لكم جدا عايز اقول النصيحه الاساسيه هو جهاز المناعه. ان احنا نحافظ على جهاز المناعه، احنا داخلين على الشتاء والاجواء المغلقه وانتشار الامراض سواء الفيروسيه او البكتيريه نتيجه عدم التهويه المناسبه الحاجات دي كلها. طول ما جهاز المناعه عندي كويس طول مش هحتاج العلاجات، يعني معنى جهاز المناعه احافظ على التغذيه السليمه، ما فيش مشكله ان انا اخد فيتامين سي او الزنك والحاجات دي كلها، فمهمه جدا جدا. لو جات لي اعراض زي حضرتك تفضلت في اعراض تتشابه كتير، لكن خلينا لو قلت في اعراض ممكن اتوقع ان يتبدا بخير، يعني واحد جاي له نزل برد عاديه زي فيروسي ممكن يقلب بيه سكند انفكشن اللي هو بيسموه التهاب بكتيري ثانوي عليه، يبقى ان في الاعراض بتزيد حراره مستمره اكثر، يبقى في افرازات مثلا لو كحه هتلاقيها بلغم وبلغم كبير جدا جدا، يعني بتشك ساعتها ان هذا الشخص اللي كان بدا بنزل برد ممكن يتاثر في التهاب بكتيري. ومن ثم النقطة الأساسية كلها هو الكشف. عايز أقول لحضرتك إن معظم بلاد العالم حتى الدول العربية القريبة ما فيش طرف لأي علاج إلا بروشيتا طبية. ما عدا أدوية بيسموها أو تي سي اللي هي مسكنات الحرارة البسيطة أدوية المرصوص الحاجات دي كلها. اخيرا اسال حضرتك يا دكتور على نقطه حضرتك اشرت ليها وفكره ان انا اول ما ببدا احس بتحسن بوقف الدواء، ما باخدش يمكن الكورس كامل او الشريط كامل زي ما الدكتور قال لي، ايه خطوره ان انا اوقف يا دكتور الدواء من نفسي من غير ما التزم بكلام الدكتور؟ في خطر على المريض وفي تاثير بجذب الميكروب، الميكروب بيزداد شراسه، يعني بدي مضاد حيوي بكمية أقل بمدة أقل، هذا الميكروب بيزداد شراسة نحو هذا المريض. على المريض نفسه الأعراض بتزيد وقد توصل لمضاعفات كبيرة جدا جدا. فعشان كده بقول أنا لو بدأنا مضاد حيوي بعد استشارة الطبيب لابد إن أنا ألتزم بالجرعة المناسبة بتوقيت مناسب بالمدة المناسبة حسب طبيعة هذا المرض وهذا الكلام الكبير. نتمنى السلامة للجميع ونتمنى ان احنا نكون عندنا تغيير في الثقافات المغلوطة، ويمكن منهم اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة طريقة تناولنا للمضاد الحيوي. وبنأكد في الآخر ان ما ينفعش بدون إشارة يعني أو إرشاد من الطبيب. بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا دكتور محمد عز العرب المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء. مشاهدينا يمكن بكده نكون وصلنا لختام هذه الفقرة، لكن قبل ما نطلع فاصل بفكركم مرة تاني بسؤال حلقتنا المرتبط بفقرتنا اللي جاية. هنتكلم بعد الفاصل على تحريك أسعار البنزين وتبعيات هذا القرار، ونفهم لماذا تم يعني اتخاذ هذه الخطوة وما المتوقع للسوق خلال الفترة اللي جاية. لكن سؤالنا لحضراتكم عن التأثيرات اللي نتجت عن هذا الموضوع عليك كمواطن مصري، اكتبوا لنا تعليقاتكم على صورة البرنامج. ودلوقتي هنخرج فاصل سريع، بعد الفاصل نبدأ فقرتنا، استنونا.